السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد قناة جيمر. قلت اليوم عندي لعبة من ألعاب البلس شهر أبريل، لعبة اسمها إن سبيس وي باول، يعني هنتحدى بعض في فبراير شيء زي كذا. تخيل نختار بدون تيمات. أوكي، ندم قليل، تختار طيارة، شوف الطيارة تناسبك. أنا في طيارة هذي لعبة سيئة قوتها يعني شاملة، لكني راح اخذ، انا جربت الليزر هذا صراحه واشوف انه مره قوي، يعني باخذ الليزر. والحين راح يجون خلينا نقول اوتوبوت اللي هم يلعبون ضدي ثلاثه، اتوقع ان اللعبه فيها اونلاين، يبدك تخش وتحدى الباقي اونلاين. خلينا نختار مجرب، نختار، خلينا نقول ناخذ هذه. طيب نماذج، لا افوج هيوج، اوكي خل الافوج يعني يكون معدلها عادي. طبعا لعبة بسيطة مرة، يعني ما فيها ذاك التفاصيل، بس انك تضرب اخوياك، يعني تضرب الزوم وتحاول تفوز انت في الجيم. يعني احنا انا وقت واحد صاحبنا، حاول نقتله اخيرا. طبعا انتم تشوفون اللعبة عادية مرة، يعني ما فيها يعني الا انك تقاتل خصومك، يعني تحاول تفوز عليهم. بس هذه لعبة بكل بساطة، يعني ما فيها يعني اشياء كثيرة يعني. فاتمنى المقطع عجبكم، يعطيكم الف عافية متابعة. اللي ما اشتكي اشتكي، خاصة تنبيه عشان اول ما ننزل اللعبة جديدة على البلس يجيك تنبيه بالشيء ده. اشوفكم ان شاء الله في مقطع جديد. سلام.